قانون على النقاط 18 التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أربيل والتي بوركت من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية. فائتلاف رئيس الوزراء سارع هو الآخر إلى مباركة ما جاء به الصدر. النقاط 18 الذي طرحه سماحة السيد لا تخرج عن إطار متبنيات التحالف الوطني والذي مرارا وتكرارا يؤكد عليه في بياناته، وبالتالي نحن نرى بأن هذه اللقاءات التي تمت وهذه النقاط 18 من شأن أن تذيب بعض الخلافات. وربما كان اجتماع القادة في أربيل بمثابة لقاء تحضيري لكن على مستويات أعلى، فالخطوة المقبلة التي تتوقعها الأوساط النيابية هو اجتماع آخر بحضور دولة القانون لتحديد موعده النهائي للمؤتمر الوطني. الخطوة المقبلة أن يتوجه السيد جلال الطلباني على الأخوة القادة الآخرين ويتم الحوار معهم، وربما يكون هناك اجتماع آخر أيضا بين القادة السياسيين الرئيسيين وهم معروفون، يعني هم الذين كانوا في أربيل ويضاف لهم الأخوة الآخرين من دولة القانون، ويتم تفعيل ما اتفقوا عليه. ومما يزيد من التفاؤل في أهمية الاجتماع الأخير هو خلوه من موضوع نائبي رئيس الجمهورية والوزراء طارق الهاشمي وصالح المطلق، والذي كان يقف دائما عائقا أمام اتفاق اللجنة التحضيرية على ورقة عمل موحدة. علي جواد، السومرية.